في عمليات متفرقة وفي ظرف 48 ساعة أحبطت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران محاولات هجرة سرية عبر البحر ل 79 شخص من مختلف ولايات الوطن، من بينهم 14 مدبر للهجرة كانوا بصدد التحذير لمغادرة التراب الوطني انطلاقا من شواطئ وهران إلى سواحل إسبانيا، يبلغون من العمر ما بين 20 إلى 43 سنة، وحجز معدات الإبحار السري المتمثلة في حجز 5 قوارب بما تدعى بالسريع مختلفة الأنواع والأحجام مزودين بمحركات بقوة تتراوح ما بين 60 إلى 150 حصان بخاري، 3 سيارات سياحية، شاحنة، دراجة نارية. مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر ب 2000 أورو و 2 مليون سنتيم من العملة المحلية. بوصلة التوجه بالإضافة إلى حجز 30 صفيحة بنزين سعة 30 لتر وهواتف نقالة. فور استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى العدالة. ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع البريد الإلكتروني ppgn.dz تحت تصرف المواطنين للتبليغ أو طلبات المساعدة.